كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواجدها في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية. انتشار أمني مكثف لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حيث واصلت الأجهزة الأمنية تواجدها في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية. كما نظمت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف المحافظات حملات مرورية على طول خطوط السير للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وفحص شكاوى المواطنين في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.